من حق اي مريض انه ما يتعالجش. يعني مريض السكر من حقه يقول انا مش هاخد دواء السكر، انا حر يا عم، السكر هيضرك مالكمش دعوه. من حق مريض الضغط يقول لك انا مش واخد دواء الضغط ده بيتعب، يا سيدنا الضغط هيتعبك هيسبب لك مشاكل مالكمش دعوه. لكن هل من حق مريض ضعف الانتصاب او سرعه القصف او تاخر الانجاب او نقص الرغبه انه ما يتعالجش؟ الحقيقة أن الأمراض دي هي الأمراض الوحيدة اللي مش بتأثر على شخص لوحده، دي الأمراض الوحيدة اللي بتأثر على اتنين ويمكن أكتر. أساسي بتأثر على الزوج والزوجة، وبالتبعية ممكن تأثر على الأسرة كلها إذا كان فيها أطفال. يبقى إذا مش من حقك أنت كمريض ضعف انتصاب أو سرعة قصف أو تأخر إنجاب أو نقص في الرغبة أن أنت تقول لا أنا مش هتعالج أنا حر. لا آسف، حضرتك مش حر، لأن في طرف تاني في المعادلة بيتظلم، إلا إذا كان بقى الطرف التاني ده كمان متفق معك في هذا الرأي، ودي حاجة هتبقى غريبة شوية. يبقى إذن مش من حق مريض ضعف الانتصاب إنه يقول يا جماعة أنا كويس أنا ما عنديش حاجة، لا هيك لازم تتعالج ولازم ناخد رأي الطرف التاني. عشان كده أنا بفضل في الزيارات يكون الزوجين موجودين، من ساعات الراجل بيقيم نفسه غلط، ساعات الزوج بيجي يقول أنا كويس جدا وزوجته تقول لا الحياة هو مش كويس، والعكس ساعات بيقول أنا عندي مشكلة وزوجته تقول لا والله هو كويس وهو فاكر نفسه مش كويس. يبقى إذن في طرف تاني في المعادلة لازم يتاخد رأيه ولازم يتحط في الاعتبار ولازم يكون راضي تماما مش راضي نص نص. فممكن الزوجة تكون راضية بصورة معينة، لكن لو انت تعالجتها تكون درجة الرضا احسن. نفس الكلام ينطبق على سرعة القصف، مش من حقك تقول انا هي المدة بتاعتي وانا حر انا بستمتع وخلاص، لا في طرف تاني كمان لازم يستمتع في العلاقة، لازم يوصل للرضا في العلاقة وبرضه بصورة كاملة. ممكن تكون حاجة بتقعد دقيقتين ودي حاجة مش وحشة، لكن لو خليناهم 10 دقايق هيكون افضل، او خليناهم ربع ساعة هيكون افضل. نفس الكلام بالنسبة لنقص الرغبة، الراجل اللي ما عندوش رغبة هو عايش سعيد مع نفسه، أنا ما عنديش رغبة والدنيا حلوة، لكن في زوجة متعاني، في طرف تاني في المعادلة متأثر من الموضوع ده، لازم نحطه في الاعتبار. مش من حقك تقول أنا كده كويس وأنا مبسوط ومش مهم حد تاني، لا ما كنتش اتجوزت بقى من الأول أساسا. لكن طالما أنت ارتضيت أن تخش في علاقة فيها شريك تاني معاك، يبقى إذا لازم الشريك ده يتحط في الاعتبار ولازم يتاخد رأيه، ولازم قبل أي قرار يبقى هو في الصورة، سواء القرار ده قرار علاج او تدخل جراحي او غيره. فساعات المريض مثلا بيكون رافض يعمل عمليه لكن زوجته بتشجعه، او العكس المريض عايز يعمل عمليه بس زوجته بتقول له لا الموضوع مش مستدعي. يبقى اذا قرار العلاج هنا مش قرار الشخص لوحده. ففي امراض قرار العلاج ده في ايد المريض، راجل عنده حصوه في الكلى ده هو حر عايز يحتفظ بيها لنفسه يحتفظ مش مهم يعمل لها عمليه، الراجل اللي عنده مشكله في المعده مش عايز ياخد لها علاج هو حر. لكن بالنسبه للامراض اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي ضعف الانتصاب وسرعه القصف وتاخر الانجاب ونقص الرغبه، دي امراض بتأثر على الزوجة وعلى الأسرة ككل، فلازم رأي الشريك يتحط في الاعتبار. ومش من حق الراجل انه يقول لا انا مش هتعالج انا حر انا مبسوط كده، انت مبسوط لكن في طرف تاني في المعادلة متأثر وبيعاني. فرجاء يا جماعة ما نفكرش بأنانية في الموضوع ده، نفكر كويس ان في طرف معانا لازم نشركه معانا في القرار، ما نستناهوش لما يشتكي، ما نستناهوش لما يجيب اخره في الحاجات دي، كل ما كان العلاج اسرع كل ما كان افضل. لان ساعات من كتر الاخفاق في العلاقه الزوجه بتفقد الاهتمام بالعلاقه، بتفقد الحيويه في العلاقه، بتكره العلاقه، بتفقد الرغبه فيها، وما كان نرجع نشتكي نقول دي انا زوجتي بارده ومش بتحب العلاقه، ما انت اللي كرهتها في العلاقه من طول المده اللي كان فيها ضعف انتصاب، من طول المده اللي فيها سرعه قصف، فكرهت العلاقه. تيجي بعد كده انت تتعالج لكن احنا مش قادرين نرجعها تاني تبقى حب العلاقه. فرجاءا نراعي النقطه دي وما ناخدش قرارات فرديه، ولازم نشرك الطرف التاني معانا كل القرارات. شكرا. اقول ايه؟ عايزين ايه؟ انتوا باصين لي ليه؟ طب يا ريت ما انت بتفصلني يا بابا.